السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده بنستكمل سلسله الريترو سينسز مع السينسز، يعني تكسير المركبات العضويه وكمان طريقه تحضيرها. النهارده معانا ميكانيزمات بافكار جديده، وهي تعتبر صعبه شويه، يعني اصعب من الفيديو اللي قبليها، فخلينا نشوفها سوا. اول مثال عندنا هو مثال عادي مطلوب السينسز بتاعته، يعني ان احنا نحضره. طيب عشان احنا نعرف ازاي نحضر مركب، بنعرف ازاي نكسره. فاحنا لو كسرنا المركبات الاولانيه هنعرف ازاي الرياكتنت اللي اتفعلت مع بعضها عشان خاطر نحضره. فحتى لو السؤال قال سينسز مركب، فلازم نكسره، لازم نكسره عشان تجيب التفاعل بتاعه العكسي من تاني. طيب زي ما خدنا في الفيديو اللي فات، انا عندي مجموعتين كيتون والموضع ما بينهم 1 إلى 3، وكنا خدنا المره اللي فاتت ان 1 إلى 3 داي كيتون ده هو تفاعل الدول، تمام؟ داي كيتون ده تفاعل اسمه تفاعل الدو، وكنا قلنا كتير يعني ما فيه الكفاية ان بنكسر من جنب مجموعة الكربونيل اللي هي هنا دي. حتى لو انا مش عارف ان ده تفاعل الدو، المهم اكسر من جنب مجموعة الكربونيل. فسؤال هنا اكسر من جنب دي او من جنب دي، ما هي ما تفرقش، الاتنين زي بعض، فاعمل زي ما انا عايز. فانا في الكسر بتاعي انا لو اعتبرت ان الاكسجين دي سالبه، فاللي فوقيها هتبقى موجبه والناحيه دي هتبقى سالبه. اذا من عند الكسر الجزء ده هيبقى موجب، والجزء التاني اللي هو فيه المصايل اللي طالعه دي هيبقى سالب، يبقى فيه سالب هنا. طيب الموجب عايز سالب والسالب عايز موجب، يبقى ده عايز له حاجه سالبه، ياخد حاجه فيها سي ال مثلا اهو. طيب التاني سالب عايز حاجة موجبة، هياخد ايه مثلا؟ ياخد هيدروجينة بس، خلاص انتهى الموضوع، مش هحط جرينر هنا، هيدروجينة بس والموضوع انتهى، يطلع لي المركب بهذا الشكل. طيب ده بيبقى عايز تكسير كمان، المفروض ان احنا نكسر ده كمان. فهكسر فين؟ من عند الكربونيل، وهتديني الشكل ده اهو، وهيطلع عليه بوزيتيف تشارج زائد الجزء الثاني. زي ما احنا عارفين دي نيجاتيف، يبقى اللي تحتيها بوزيتيف، يبقى دي نيجاتيف، يبقى الكربونه دي عليها نيجاتيف تشارج. طيب ده هنجيبه منين؟ ما هو ده هو ده، واخدين بالكم؟ ده هو ده، يعني انا لو قلت 2 من ده يبقى كده بقى معايا منه، ما انا معايا ده قشره موجبه، احط له حاجه سالبه يبقى سي ال، ما هو ده هو ده، يبقى انا 2 من المركب ده معايا حاليا. طيب التاني ده يجي منين؟ خلاص عايز له حاجه موجبه، ممكن نحط له جرينر مثلا ام جي بي ار. ده كده التكسير بتاعي، انا كسرت المركبات الاوليه. ايه اول مركب معايا؟ اهو. ايه المركب التاني؟ انا عندي 2 من ده، يبقى دول اللي انا هشتغل بيهم. انا كده جبت الرياكتنت اللي هشتغل بيها عشان احضر المركب اللي فوق ده. خلينا نحذف ونروح للسينسز بتاعتنا. ازاي بقى احضر المركب ده مره تانية؟ اول حاجه هبدا باخر حاجه وصلت بيها، اللي هو المركب بتاعي اللي كان في جرينر ده، ام جي مثلا بي ار او سي ال، مش فارقه، زائد 1 من الاتنين اللي انا كنت لسه عامل منهم، هاخد منهم 1 اللي هو كان كده، كان في رابطه كمان وكان في هنا سي ال. طيب جرينر انا عارف ان هو ده سالب وده موجب، مين اللي سالب؟ الكربونه ده اهي، فالكربونة دي هتروح تهجم على مجموعة الكربونيل وهتطلع الإشارة بتاعتها فوق، وفي عجالة سريعة هتعمل نيجاتيف تشارج، فالنيجاتيف تشارج هترجع تنزل تاني وترجع الدبل بوند بتاعت الكيتون وتقوم مطيرة الكلورة مع السلام. فيطلع معايا شكل المركب كده، دبل بوند او، والجزء التاني اللي هو الشكل اللي احنا كنا وصلنا ليه من شوية، زائد بقى المركب ده، مش احنا كان معانا الجزء التاني كمان منه اهو سي ال، معانا جزء تاني منه. طيب ساعتها بقى ده تفاعل الدو، يبقى تفاعل الدو اللي عندي في الاول عايز بيز، يكون في عندي وسط قاعدي. تفاعل الدو اللي بيشتغل ازاي؟ بياخد هيدروجينه من مكان الالفا هيدروجين، ادي الالفا هيدروجين اهي، هياخد منها هيدروجينه، ومكان ما ياخد الهيدروجينه هيسيب هنا نيجاتيف تشارج. فالنيجاتيف تشارج دي هتعمل ايه؟ هتروح تهجم لي على الكربونال بتاعت المركب التاني وهتطلع الإشارة بتاعتها فوق وهتطير لي الكرورة مع السلام. ما هي طلعت نيجاتيف تشارج ونزلت وطيرت لي الكرورة، خلاص كده أنا الميكانيزم بتاعي بتاع التحضير بتاعه خلاص يعتبر كده انتهى. يبقى احنا أول حاجة ايه؟
عرفت المركبات اللي هو بيتكون منها، وبعدين رحت عملت السينثيسيس بتاعه. جرينر مع واحد من المركبات دي طلعت لي الشكل ده. بعدين بالاو اتش اشتغلت عليه الدول، اخدت منها هيدروجين عشان اكون الكربونايل، وبعدين النيجاتيف شارج اللي اتبقى دي راحت هجمت لي على المركب الثاني. فبكل بساطه هتديك التارجت مولكيول بتاعك اللي كان في الاول. تفاعل بسيط وكله مبني على كل اللي قلناه في الفيديو اللي فات. طيب معانا المره دي رياكشن صعب شويه. The major products A and B formed in the following reaction are. في عندنا رياكشن جديد متكون معايا بهذا الشكل، دي الصوره اللي كانت مبعوتالي. عندنا المركب اللي في النص ده اللي هو بنسميه داي سياناين او داي سيان، اعتقد داي سيان ده مركب حلقه سداسيه بس فيها 2 سلفر، فرق ما بينهم مجموعه ميثايل سي اتش 2. على طول السي اتش 2 دي اكتف ميثايلين على طول، يبقى اعرف على طول طالما عندك وسط بيس لازم هتاخد هيدروجينه من النص ده. احنا لسه قايلين الاكتف ميثايلين كانت في شغل الحلقه اللي فاتت، تخطف منها اتش على طول. طيب يبقى اول حاجه اعرف عندي ان في اتش هتتخطف لي من الداي سيان ده عشان احضر المركب بتاعي او الميكانيزم اللي هو عايزه. اول حاجه هو في تفاعلين، تفاعل ايه عايز يشوف ان الداي سيانو ده لما يتفاعل مع المركب ده هيدي ايه، ولما يتفاعل مع المركب التاني برضو هيدي ايه. يبقى عايز 2 ميكانيزم في التفاعل ده، وفي العموم هتقعد تحل الميكانيزم طويل جدا عشان بس تطلع عشان تختاره في الاختيار. فعموما الشغل بتاع المركب ده هو عايزك تبقى عارف حاجه اسمها الايبوكسايد. الايبوكسايد الشغل عليها اللي هي الحلقه الثلاثيه اللي فيها اكسجينه. خلينا نعرفها كقاعده كده دردشه مع بعض. الايبوكسايد بيحصل عليها هجوم بواسطه يا اما بيز يا اما حمض. لو هجمت على الايبوكسايد باستخدام حمض فهو بيهجم عندك من الطرف الاكثر عدد من الانشغال، يعني اللي فيه تفرعات اكتر. يعني انا مثلا لو كان عندي على السهم هنا حمض وانا معايا مركب الايبوكسايد ده، شوف كده فين اكتر مكان فيه انشغال بالتفرعات، هو ده صح. يبقى ده الحمض هيهجم هنا لو انت معاك حمض. طيب لو انا معايا قاعده زي دي يبقى القاعده هتهجم في الناحيه اللي مفيش فيها انشغال اكتر بالتفرعات اللي هي فين، اللي هي دي. يبقى انا لما اجي اشتغل التفاعل دلوقتي ههجم على الناحيه بتاعه الايبوكسايد، بس في قاعده كمان هناخد بالها في الطريق واحنا ماشيين. يبقى قاعده الايبوكسايد حمض، اشتغل الحته اللي فيها تفرعات كتيره. لو معاك قاعده يبقى اشتغل الحته اللي فيها تفرعات قليله. وعشان تبقوا عارفين اللي على السهم ده البيوتيل ليثيوم هو قاعده. طيب خلينا نبدا اول حاجه مع الجزء الاولاني اللي هو ناحيه اليمين ده اللي هو المركب بي. هنجيب الدايسيان مع المركب ده مع البيوتيل ليثيوم والاتش جي سي ال 2. عشان تبقوا عارفين مهمة ال HGCl2 ده عشان المخدودين منها، ال HGCl2 بتحول الدايسيان ل فورمالدهايد اللي هو الألدهايد العادي بس، يعني بتقوم عاملة عملية اختزال كده مرة واحدة خبطة واحدة، مش محتاج تعرف الميكانيزم بتاعها. بتحول لك الحلقة بتاعت الدايسيان اللي فيها 2 سلفر دي لفورمالدهايد، مجموعة ألدهايد ترفيع على طول. الميكانيزم بتاعها كبير ولسه هنكسر حلقة ولسه هنعمل عشان هو سؤال اختياري. فانت بطلب منك بس تبقى عارف الدايسيان بال HGCl2 تحول لفورمالدهايد. طيب خلينا نبدأ الميكانيزم بتاعنا بقى واحدة واحدة. اول حاجة البيوتايل ليثيوم بتاعي، البيوتايل عندي نيجاتيف تشارج والليثيوم موجب. انا مش عايز منه حاجه اكتر من البيوتايل ليثيوم ده، هشتغل بالنيجاتيف تشارج بتاعته. عارفين عامل زي الاو اتش نيجاتيف اللي احنا كنا شغالين بيها قبل كده، مش فارق معايا او مش داخل معايا في اي حاجه. طيب انا هاخد بس النيجاتيف تشارج بتاعته، قلنا ان دي اكتف ميثايلين هناخد منها اتش، هتاخد الاتش والبيوتايل ليثيوم خلاص اتكلت على الله، ومكانها هتسيب نيجاتيف تشارج. يبقى بقى كده الداي سيان بتاعنا في هنا اس وهنا اس، ودي الرابطه بتاعتي وعليها نيجاتيف تشارج. طيب زائد بقى المركب التاني اللي هو بي ار واللي فيه ايبوكسايد اهو. طيب النيجاتيف تشارج دي مستعده ان هي تروح تهجم على حاجه، فهتهجم على ايه؟ انا قلت لكم دلوقتي القاعده ان المفروض ده بيز يشتغل معايا كبيز اهو، عليه نيجاتيف تشارج قوي بيز اهو. المفروض البيز بيروح يهجم على الايبوكسايد من الناحيه اللي مفيش فيها تفرعات، بس لو كان حمض كان هيهجم من الحته اللي فيها تفرعات. طيب هنا اللي هيهجم من دي ولا هيهجم من دي؟
ليه بقى؟ لان انا عندي مجموعه هالايد فرعيه، واحنا عارفين ان الهالايد الفرعيه او الطرفيه اللي بتكون في نهايه المركب اللي بتكون برايمري الكايل هالايد بتكون افضل في الخروج، جود ليفنج جروب. فالنيجاتيف تشارج دي هتفضل ان هي تهجم لي عليها وتطيرها بره، يعني مش هتيجي مع الايبوكسايد، لا الايبوكسايد يجي في المرتبه الثانيه، فهي هتفضل ان هي تاخد مكان البروم. الحته دي مهمه قوي، كان هتفرق في الميكانيزم قوي لما كنتش عارفينها، كنت هتروح تهجم على الايبوكسايد وهتلبخه في المركب، لا البروم هي اللي هتهجم عليها، اي هالايد طرفيه على طول لو في نيجاتيف تشارج هتروح تهجم عليه فورا، فهيصبح شكل المركب بتاعي خلاص هو يعتبر اصلا التفاعل انتهى، ما عادش في مكان، ممكن نوسع المكان شويه اهو، وهيبقى جاي من النقطه دي رابطه ورابطه وفيها مجموعه الايبوكسايد اهو. لو احنا رقمنا دي 1 2 3، 1 2 3 اهم، يبقى ده الشكل بتاعي. واحنا قلنا بقى بالاتش جي سي ال 2 هيتحول المجموعه دي كلها لمجموعه فورمالدهايد، يعني هتتحول معايا كده اهو اتش فورمالدهايد اللي هي مجموعه الدهايد طرفيه، وده مجموعه الايبوكسايد بتاعتي. بس كده، في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده، بس محتاج معلوماتي بس تكون عارفه. طيب فين الاستراكشر ده في الاختيارات اللي هو كان عايزه؟ انا تعال ندور على رقم بي ده فوق. خلي بالنا ان احنا كان عندنا 3 كربون وبعدين الايبوكسايد. لو جينا نشوف رقم 1 ده مثلا، ده كده 1، احنا كنا مرقمين من عندي فين؟ كنا مرقمين عندي هنا مثلا 1 2 3 وبعديها مجموعة الألدهايد، صح ده يمشي، ده صح، ورقم 3 برضو صح، 1 2 3 ده برضو صح، ده شبه اللي احنا مطلعينه، يبقى كده الاحتمال بالنسبة لنا يا اما 3 يا اما 1. 2 و4 مستبعدين نهائيا لان الستركشر التاني ده مش طالع صح، مش زي ما احنا طلعنا. طيب تعال ندخل بقى على المركب التاني اللي هو رقم ايه اللي هو ده، هو كل الاختلاف ان تم نقل مكان البي ار واتحطت جوه، فهنا في تفكير بقى، البي ار ما عادش طرفيه، هل الكربونايل اللي كان عليه نيجاتيف تشارج اللي هو الدايسيان هيهجم على البي ار؟ لا، هيهجم المره دي على الايبوكسايد. ليه؟ لان الايبوكسايد هي اللي ليها اولويه في الكسر حاليا، البرايمري الكايل هالايد هنا ما عادش برايمري، هنا بقى سكندري، فالسكندري اكتر استقرار مرتبط بمجموعتين الكايل هالايد، ف خلاص كده ما عادش ينفع يخرج البروم ده، فهنروح نهجم ايه على الايبوكسايد. وما ان معايا بيز هيهجم منين؟ من الحته اللي ما فيش فيها تفرعات اكتر، عارف لو كان معانا حمض كنا هنروح نهجم من الحته اللي فيها تفرعات كتير، فهنا محتاج تبقى عارف كذا معلومه مع بعض في المثال ده. طيب يبقى المثال التاني هنبداه من الصفر اهو، ادا الدايسيام بتاعي مع البيوتايل ليثيوم نيجاتيف تشارج، هياخد هيدروجين من هنا وتسيب لي نيجاتيف تشارج، خلاص كده انا كونت الكربوناين بتاعي اللي عليه نيجاتيف تشارج. طيب هيدخل بعد كده بقى المركب التاني اللي احنا كنا لسه كاتبينه من شويه اللي هو كان كده على ما اتذكر، وكان هو شبه المركب التاني بس كان في مجموعه برومه هنا، البرومه اتنقلت بدل ما كانت في الطرف بقت هنا. طيب ده قاعده صح، ده بيز اهو، بيز ليه؟ عشان عنده نيجاتيف تشارج، ولو عنده لون بير اوف الكترون يعتبر بيز بس اضعف شويه، نيجاتيف تشارج على طول ده بيز. طيب البيز يهجم من الناحيه اللي ما فيش فيها تفرعات اكتر على الايبوكسايد، النقطه دي ولا النقطه دي؟ لا النقطه دي اللي ما فيش فيها تفرعات اكتر فيهجم فيها. طيب لما يهجم عليه ايه اللي هيحصل؟ دي هتقوم مكسوره والاكسجين هتروح بالرابطه بتاعتها بالنيجاتيف تشارج بتاعتها، وده شغل الايبوكسايد عموما انها بتتفتح، فهيكون شكل الرياكشن بتاعي ادا الحلقه بتاعتي اللي فيها اس واللي فيها اس اهي، وهيبقى مرتبط بيها. لو احنا جينا مثلا رقمنا، لو افترضنا ان دي 1 ومن عندي الكسر دي 2 وهنا 3 وهنا 4، خلينا نكتب دول اهي، دي 1 اهي وطالع منها رابطه اللي احنا رسمناها دي، وطالع منها رابطه اللي هي ما بين 2 و3، ادا 2 و3، وعندي 3 الاكسجين اتكسرت هنا اهي، فبقى عندي 3 في عندي اكسجين عليها نيجاتيف تشارج. طيب وبعدين 3 و4 اهو كده 3 و4، وعند 4 في عندي مجموعه مثيل وعندي بي ار،
اه يبقى انا كده كتبت المركب بتاعي صح. طيب اللي هيحصل بعد كده ايه؟ انا مش عايز البي ار دي عندي، انا محتاج ان انا اطير البي ار دي، فهعمل ايه؟ الابوكسيد هترجع تكون نفسها مره تانية، هترجع تهجم في نفس النقطه اللي هي اتكسرت منها اللي جنبيها دي، وهتقوم مطيره لي البي ار، ونقول للبي ار مع السلامه. فيبقى شكل المركب بتاعي اهو اس اس، وهنا مرتبط فيها دي، وهيبقى اكسجينة اهو، وفي مجموعة مثال طرفية نفس المركب اللي فوق بالظبط. لو جينا رقمنا هتبقى دي 1 2 3 4، وعند 4 مجموعة المثال بتاعتي اهو، ده شكل المركب. طيب اخر خطوه بالنسبه لي ايه؟ ال HgCl2 هتعمل ايه؟ هتحول لي الحلقه دي كلها اهي، لو انا شلتها اهي عشان المساحه، هتحولها للايه؟ لمجموعه فورمالدهايد. يعني ايه مجموعه فورمالدهايد؟ يعني مجموعه الدهايد. فهنيجي من عند هنا وهنرسم بس الدهايد اهو، ده الشكل بتاعنا. يبقى واحد عندها الدهايد، وما بين 3 و4 في عندي ايبوكسايد، وعندي مجموعة مثال خارجة منها. تعالوا نشوف الحل بتاعنا هيبقى رقم كام. تعالوا نبص على رقم 1 كده، رقم 1 قلنا ان دي عندها مجموعة الفورمالدهايد، وما بين 3 و4 عندنا مجموعة الايبوكسايد، وعند 4 في عندنا مجموعة مثال. تعالوا نشوف رقم 3 اللي احنا كنا حيرين فيها دي، عند رقم 2 في مجموعة مثال. هل كان في عند رقم 2 مجموعة مثال؟ لا، يبقى رقم 3 مستبعدة، ويبقى الحل بتاعنا بتاع السؤال ده هو رقم 1. المركب A هيبقى المركب ده، والمركب B هيبقى المركب التاني اللي احنا لسه مطلعينه من شوية. شفت الميكانيزم محتاج بس تفكير. يبقى المعلومات اللي طلعنا بيها ايه من المثال ده؟ ان البيوتيلليثيوم ده بيز، وبياخد هيدروجين عادي من الموست اكتيف كربون اللي هي الاكتيف ميثايلين، اللي هي ما بين الدايسيان اللي هي ما بين الاثنين سلفر. طيب دي اول معلومه. تاني معلومه نبقى عارفين ان الاتش جي سي ال بيحول الدايسيان لفورمالدهايد. طيب التالت معلومه نبقى عارفين لو عندي هلايد اقل هلايد طرفيه برايمري في الطرف، نعرف ان دي اول حاجه بيحصل عليها الهجوم بالنسبه للبيز، يعني التفاعل ما بيبصليش لاي حاجه، دي اسهل حاجه. طيب رابع معلومه والاخيره، ان الايبوكسايد لو معايا بيز بيهجم من المكان الاقل في التفرعات، ولو معايا حمض بيهجم من المكان الاكتر في التفرعات. دي المعلومات اللي احنا طلعنا بيها من المثال ده. طيب ندخل على المثال اللي بعديه. عندنا مثال بيقول the end product of the following reaction. ده عندي reaction معين عايز ال end product اللي هو رقم B اللي هو اللي في الاخر ده، عايز B. بس المشكلة عندي ان A كمان ناقص، فA انا مطلوب ان انا اطلعه، بس هو مش محتاجه في السؤال، بس انا مش هقدر اجيب B من غير ما اطلع A، فانا كده كده مجبر اكتب الميكانيزم. طيب فالميكانيزم عشان ما نطولش عليكم، الجزء الاول من الميكانيزم ده اللي هو عامله فعلا، اللي هي المجموعة دي، الجزء ده إستر، داي إستر بالتحديد، وده شغل كلايزن اللي هو بيبقى عندي إستر بيتفاعل مع إستر تاني، أو إستر بيتفاعل مع ألكيل هالايد تاني. فيعني خلاص نكتب الميكانيزم بتاعها عشان ما يبقاش فيه مشكلة بالنسبة لك. أول مركب بالنسبة لي اللي هو ده CO2 ET، وكان على السهم ETONA او NAOET، هي ده كان رقم 1. رقم 2 BR، انا كده بحل اللي اوريدي محلول، يعني انا بس بعرفكم التفاعل او الرياكتنت جه منين عشان كنوع من التذكير. طيب احنا عايزين نطلع الناتج اللي هو طلعه ده، هو مش طالبه في السؤال للمرة التانية، انا بس بعلمك الميكانيزم او التفاعل ده جه منين. طيب اول حاجه ده اسمه تفاعل كلايزن. كلايزن يعني بيشتغل مع الاسترات، يعني بيعمل ايه؟ دي اسمها اكتيف ميثايلين، عندي هيدروجين. ليه؟ لان عندي دي الكترون ويزدروين جروب يعني مجموعه سحبه، ودي الكترون ويزدروين جروب مجموعه سحبه، فمجموعه السي اتش اللي في نصهم دي اكتيف جدا، السلبيه عليها قليله، فسهل ان هي تفقد هيدروجين. فهناخد البيز اللي شغال معايا او اللي داخل معايا نيجاتيف، هيروح ياخد الهيدروجينه دي ويسيب مكانها نيجاتيف تشارج زي ما احنا متعودين، تحس ان احنا بنلف وندور حوالين نفس الدايره CO2 ET
وفي عندي هنا نيجاتيف تشارج. طيب خلاص خلصت من اول مطلوب. المطلوب التاني يدخل عندي البي ار، بي ار طرفيه، فسهل جدا ان هو يهاجم عليها، يروح يهاجم هنا ويطردها مع السلامه لان هي جود ليفنج جروب. فلما يهاجم عليها لو احنا رقمنا يبقى كده ايه، لو احنا قلنا دي واحد، او خلينا نبدا من هنا، واحد اتنين تلاته، ودي اربعه خمسه سته. طيب تعال نشوف المركب النهائي، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، وعند رقم 3 بالتحديد اهو متصل عندي مجموعة CO2ET اهو، رقم 3 CO2ET. شفت التفاعل خلص يعني بحاجة بسيطة خالص، ده اسمه تفاعل ايه؟ كلايزن. طيب خلينا نحذف الجزئية دي لان احنا مش محتاجينها. ندخل بقى على اللي احنا محتاجينه، ازاي اطلع المركب A عشان اطلع منه المركب B اللي هو المركب اللي انا لسه جايبه الوقت CO2 ET. كان عندي على السهم ONA وفنايل BR، مش هو ده هو اللي احنا لسه قالينه الوقتي، بس اختلفت بس المجموعة بقى الفنايل. هل هتعمل مشكلة؟ لا، يعني هنقدر نطلع المركب بكل سهولة، هو بالظبط. طيب ده برضو مجموعة فيها استر، دي الكترونز دروين جروب وده الكترونز دروين جروب، فين المجموعة المحشورة في النص اهي. طب بس دي مش CH2 عادي، مش فيها H لسه فايضة، ناخدها برضو، دي اكتف برضو حتى لو باقي H واحدة، مش شرط يبقوا اتنين. فهناخد ال H دي وتمشي وتسيب بدلها نيجاتيف تشارج، فهيطلع شكل المركب بتاعنا كده، في نيجاتيف تشارج هنا وعندي ال CO2ET ثابتة زي ما هي. طيب هيدخل معايا بقى الجزء الثاني اهو، بي ار طرفيه جود ليفنج جروب، هتروح تهجم عليها وتطير البي ار دي مع السلامه. طيب فهيكون الشكل بتاعي ده بقى مش مطلوب منك، بس عشان تبقى هنستخدمه في البي. لو سمينا دي 1 2 3 4 5 6 وهنا 7 ومجموعه الفنايل لازقه في 7، فيبقى كده عندي اهو CO2 ودي متصل بيها المجموعة دي اهو، وعندي هنا عند احنا المفروض ما نسميش دي 7، احنا المفروض نوقف من هنا، دي 3 دي 4 لان دي هتوصل بيها، فكده اهو 1 2 3، ومن عندي 3 وصل بيها 4 اللي هي دي اللي فيها مجموعة الفنايل اهي، دي كده 4 اهي عشان يبقى العد مظبوط. طيب ومن عندي 3 كمان وصل فيها حاجتين هنا اهو، وصل بيها المجموعه دي ودي رسمناها مفيش مشكله. طيب وصل ايه تاني اللي هو CO2ET، يبقى هو ده المركب ايه، ده المركب ايه اللي هنستخدمه عشان خاطر نجيب المركب بيه اللي هو عايزه ده. تمام كده جبنا المركب ايه، خلينا نحذفه عشان نشوف المركب بيه هنحضره ازاي. كل الميكانيزم ده انت بتحله في الامتحان عشان خاطر تختار الاختياري، طبعا مش هتكون بالبطء اللي انا شغاله بيه ده، ولكن هتبقى فاهم بقى قواعدك بسرعه بسرعه تعملها. يلا المركب بتاعنا اللي احنا كنا كاتبينه دلوقتي اهو، كان في مجموعه فنايل هنا، كان في مجموعه CO2ET هنا. تمام. طيب انا بستاذنك بس ان انا هفرد شكل المركب ده اهو، ادا الفينال بتاعتي وادا ده عادي اهو، ده هي بس هفرد شكلها، اخلي مجموعة الاو اسايل ده بس في شكل دبل بوند OOT، بس الاستر العادي بس فردت شكله هو. طيب هاجي بقى البي بقى، لو نلاحظ في السؤال كان كاتب ايه، كان في عندي OH على السهم، وكان في عندي مية، وكان في عندي حرارة كمان، دول تلات حاجات محتاجهم ان احنا نعملهم للمركب ايه ده عشان نحضر المركب بي. اول حاجه الاو اتش بتاعتي هتروح تهجم لي على مجموعه الاستر دي، والنتيجه ان هي هجمت عليها الاشاره بتاعتها هتطلع فوق وتبقى نيجاتيف تشارج، فالمركب بتاعي هيبقى كده اهو، مجموعه الفينايل بتاعتي ثابته، وعندي ده كده دي بقت اكسجين عليها نيجاتيف تشارج، وعندي او اي تي. زي ما احنا عارفين بقى النيجاتيف تشارج دي هترجع تاني مره تانية، ده تفاعل كلايزن، والاو اي تي هتطير مع السلام، يبقى هترجع لي دي كيتون مره تانية. بس احنا نسينا حاجه، الاو اتش صح، الاو اتش اللي دخلت دي اهي
بيو اتش دي صح كده. يبقى كده شكل المركب بتاعي بقى دبل بوند، وفي هنا فنايل، وفي هنا المجموعة دي، وفي دي اللي عليها دبل بوند او، ما هي دي رجعت دبل بوند اي، وفي عندي او اتش. الجزء ده بنسميه ايه؟ حمض، اللي هو السي او او اتش. يبقى احنا كده حولنا من الاستر للحمض. طيب الخطوة اللي بعد كده، احنا كده خلصنا من الاو اتش والمية اللي كان حاططهم لنا على السهم، خلاص كده. عايزين نعمل بقى ايه باستخدام الحرارة؟ عايزين نحول مجموعة الحمض دي نطيرها، عايزين نطيرها بمعنى اصح، او عايزين نشيلها من الوجود اصلا، عايزين المجموعة دي ما تكونش موجودة. ليه؟ لان في الاختيارات اللي فوق او في كل التفاعلات اللي فوق المجموعة دي اصلا ما كانتش موجودة، ولا واحد من الاختيارات مجموعة الحمض دي كانت موجودة. فازاي ان انا اخلص من مجموعة الحمض؟ هخلص منها عن طريق ان انا بالحرارة اعمل لها ديكربوكسيليشن. ديكربوكسيليشن يعني هنزع ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2. بالمناسبة العملية اللي فوق اللي احنا حولنا فيها الاستر للحمض اسمها هيدروليسز، والعملية اللي بنحاول فيها الحمض ليه ننزعه تماما اسمها ديكربوكسيليشن، يعني بنشيل ثاني اكسيد الكربون في وجود الحرارة. الميكانيزم بتاعي بيقول بكل بساطة عشان خاطر اتخلص من مجموعة CH2D، اهو اللون بير بتوع الاو اتش اللي جنبيها دول هينزلوا وهيعملوا دبل بوند، ونتيجة لكده هتقوم دي مكسورة من هنا لان الرابطة بقت خماسية وما عادش ينفع، فهتقوم مكسورة. ونتيجة لكده الرابطة بتاعتها هتقوم عاملالي اللي اتكسرت دي، هتقوم عاملة دبل بوند هنا، وعشان اعمل الدبل بوند هنا هتقوم الاشارة بتاعت الدبل بوند دوت تقوم طالعة لفوق عشان ما ينفعش يبقى المركب ده خمسة. مرة تانية نعيدها تاني عشان المركب شكله معقد كده، انا هحذف اللي فوق دي عشان الدنيا تبقى اوسع شوية. ده المركب بتاعه اللي في الحمض. اول حاجة الاو اتش دي عندها لون بير، هتقوم نازلة هنا، كربونة بقت خماسية هتقوم كسرة ما عادش مستحمل. طب الرابطة بتاعت دي راحت فين؟ هتقوم عاملالي دبل بوند. الرابطة ده هي هتقوم عاملالي دبل بوند. المفروض الاو اتش اللي طلع عندي دي تكون طلع من النقطة دي. انا في حاجة عاملها خطأ من ساعتها، احنا ندرك الخطأ ده سويا حاليا، محدش انتبه لي. شايفين السي او اتش دي طلع منين؟ من النقطة السنتر دي، احنا لينا قلناها في النقطة دي، هي المفروض تطلع من النقطة السنتر دي برضو. فهنعدل الميكانيزم بتاعنا عشان نطلعها من النقطة السنتر دي اهي. هي خلاص كده اتنزع منها فبقت سي او اتش عادي، خلاص اتحولت معايا للسي او اتش. كل الفكرة بس ان احنا بدل ما يعني نفس الشيء ده هو بدل ما طلعناه من النقطة دي نطلعها من النقطة دي بس عشان ما نعيدش الميكانيزم تاني. معلش ده خطأ مني، كان هيفرق جدا، كان هيفرق جدا في الميكانيزم بتاعنا. من النقطة دي اهو دبل بوند او او اتش، ادا اللون بير بتاعي هينزل هنا يعمل دبل بوند مرة تانية، فهتقوم دي كسرة ومكان الكسرة بتاعتها هتقوم عاملة الدبل بوند بتاعتها هنا، وعشان الكربون تنفعش تبقى خماسية تقوم مطلعة الإشارة بتاعتها فوق. فهيتحول معايا شكل المركب ليه سي دبل بوند او بوزيتيف عليها هيدروجين اللي هو الجزء ده، وطلعة تحت عندها دبل بوند او برضو اللي هو الجزء ده اللي هو المكتوب بالأبيض ده أنا كسرته، زائد المركب التاني اللي هو ده اكسجين عليها نيجاتيف تشارج متصل بيها المركب ده، وفي هنا مجموعة فنايل تحت، وفي دبل بوند هنا كمان ما ننساش. طيب بكل بساطة النيجاتيف تشارج دي هتاخد هيدروجينة وهيبقى بالتيتومرايزيشن، احنا عارفين او اتش واقفة على دبل بوند تتحول اوتوماتيك على طول ليه دبل بوند او. يبقى كده ده ايه؟ ده هو الناتج بتاعي، وانا عارف ان هو ده الناتج بالبداية من غير ما اكمل الميكانيزم. انا عارف ان انا كده كده هطير مجموعة السي او اتش اللي طلعتها عشان يديني الكيتون، يعني انا كان ممكن بدل كل الميكانيزم ده اختار التفاعل بتاعي من البداية اللي هو ده. الكيتون مش هتحول لاو اتش مستحيل الا لو كان في دبل بوند، او الاو اتش سوري مش هتنفع تحول لاو اتش الا لو في دبل بوند، فكان من البداية كان ممكن اختار اللي هي اختيار الاولاني. يبقى اول حاجة عملنا ايه؟ عرفنا ده وصل لده ازاي،
وبعدين من ده وصلنا للمركب ايه، وهو مشى بنفس طريقة الميكانيزم الاولاني. طيب المركب بي بقى وصلنا ليه ازاي؟ جبنا المركب ايه بتاعنا اللي كان طالع فيه مجموعة استر في الطرفية، حولنا الاستر ده الاسيد. حلو، ننتبه بقى ان النقطة كانت طالعة من هنا مش من الطرف التاني. طيب فردنا الاستر بتاعنا ودخلنا له او اتش بتاعه زي تفاعل كلايزن عالي، وهاجم السي دبل بوند او، وطير لي مجموعه الايصال وحط مكانها مجموعه الاسيد. مجموعه الاسيد بتاعتي دي بقى عايزه تفصل نفسها، دي كاربوكسيليشن، عايزه تطير لي ثاني اكسيد الكربون، فاللون بير بتاع الاو اتش نزلوا وكسروا لي الرابطه بتاعتها واخدت السي او اتش او السي او 2 معايا وهي ماشيه، ورجعت مره تانية لاستقرارها وبقت مجموعه الكيتون بتاعتي. بس كده، ده التفاعل بتاعنا للمرة دي. طيب ناخد تفاعل تاني أصعب شوي. The correct sequence of the reaction involved in the following transformation is. الرياكشن ده أو الرياكتنت اللي معايا ده إيه اللي حصل له عشان يبقى بهذا الشكل الغريب؟ الاختيارات اتعمل له ألدول وبعدين مايكل وبعدين ألدول، ولا ألدول ولا ألدول وبعدين مايكل، مايكل ألدول ألدول، ولا ألدول مايكل مايكل. ايه الحاجات الغريبه اللي احنا بنقولها دي؟ التفاعل ممكن يحصل عليه الدول ونرجع نعمل له مايكل ونرجع نعمل له الدول تاني عادي، او ممكن يحصل له الدول الدول وبعدين مايكل، يعني نعمل التفاعل عليه مرتين. ايه شروط تفاعل الدول بالنسبه لي؟ والله الدول قال ان احنا لازم نشتغل بمجموعتين يكون فيهم كربونيل. حلو، ده اول شرط. تاني شرط، لازم واحده منهم تكون فيها الفا هيدروجين. حلو، الشرط دي متحقق في الرياكتنت اللي موجوده عندي. طيب خلاص، يبقى انا كده الدول متحقق. طيب مايكل، شرط مايكل ايه؟ ان يكون عندي الفا وبيتا انساتوريتد كربونيل مع مركب تاني فيه الفا هيدروجين برضو اقدر اشتغل بيها، ويكون معايا ويك بيز زي ما احنا اخدنا في الفيديو اللي قبل الاخير على القناه. طيب كل ده بنقول اتنين رياكتنت مع بعض، اما فين الاتنين رياكتنت ده؟ انا ما عنديش الا رياكتنت واحد بس. ما انت هتفعله مع نفسه عادي، يعني هو مش شرط يقول اتنين منه، لا هو سايبك هنا تخمن. ما هو بالبديهي عندي ثلاث حلقات، يبقى اكيد انا هفعل المركب ده مع نفسه مرتين او ثلاثه، يبقى الرياكتنت ده انا هفعله مع نفسه كذا مره. خلينا نشوف. اول حاجة في المركب بتاعنا ده هنعمل ميكانيزم تقريبا 3 مرات. اول حاجة هنبدأ ان انا، خلينا نبص للتفاعل الاول عشان قبل ما نعرف نجيب الاجابة هنخمنها ازاي. انا عشان الزق حلقتين في بعض انا مقدرش اعمل اي حاجة هنا نهائيا الا اشتغل الدو، يبقى البداية بتاعتي هتكون الدو، يا اما ايه يا اما بي يا اما دي، يعني سي مستبعدة لان مايكل اللي هو رقم سي. لو هنبدا بمايكل، فين الستارت بتاع مايكل؟ انا هنا عندي الفا وبيتا انساتوريتد كومباوند، اللي كان كتب هنا الفا وبيتا مش صح. الفا وبيتا انساتوريتد كومباوند يعني في عندي دبل بوند عند الموضع الفا وبيتا. هل في هنا دبل بوند عند الموضع الفا وبيتا؟ يبقى ما اقدرش ابدا بمايكل، انا لسه محتاج حاجه هوصل لها عشان ابدا بمايكل. يبقى رقم دي مستبعته نهائيا، مفيش عندي الفا وبيتا نهائيا، الفا وبيتا كربونيل للوقت الراهن. يبقى يا ايه يا بي يا دي. كده كده هبدا بالدول في الثلاث، فخلينا نبدا في الدول. يعني ايه الدول؟ يعني نفعل المركب ده مرتين مع بعض ونشوف هياخدنا على فين. يبقى اول حاجه الدول رياكشن اهو، ادى المركب بتاعنا دبل بوند او زائد دبل بوند او مرتين منه. طيب انا عارف الدول ان هو محتاج بيز، يبقى اول حاجه عندي ادى البيز يهجم لي على الالفا هيدروجين بتاعت اي مركب فينه منهم. فين الالفا هيدروجين؟ اللي جنب مجموعه الكربونيل، الاثنين زي بعض عموما، فهاخد هيدروجينه وهتسيب لي النيجاتيف تشارج بتاعتها فهتكون لي كربونايون. يبقى احنا كده خلاص جبنا الستارت بتاعنا اللي هيبدا التفاعل اهو، وفي نيجاتيف تشارج هنا. حلو، اللي بعد كده النيجاتيف تشارج هتروح تهجم لي على المركب الثاني وتطلع لي الرابطه بتاعتها فوق، فهيديني شكل المركب بتاعي اهو. ده فيه دبل بوند او زي ما هو اهو، اللي هو المركب ده، وبعدين بقى فيه ربطة اهي، واحد اتنين، ما بين واحد واتنين عمل لي ربطة اللي هو السهم ده، ربطة وكتبتها اهي. بعدين ما بين واحد واتنين عندي حلقة التانية، وعند رقم اتنين هنا في النقطة دي اهي عندي مجموعة اكسجين عليها نيجاتيف تشارج. حلو كده، الاكسجين اللي طلعت فوق. طيب الاكسجين اللي عليها نيجاتيف تشارج دي هتاخد لها هيدروجين، ويبقى كده كون لي ايه؟ بيتا هيدروكسيل او بيتا هيدروكسي كربونيل كومباوند. احنا عارفين ان ناتج الدول بيكون بيتا هيدروكسي كربونيل كومباوند. ادي دي عندي الفا ودي بيتا، عند الموضع بيتا في عندي مجموعه هيدروكسي اللي هي او اتش، يبقى بيتا هيدروكسي كربونيل كومباوند ده الناتج بتاع الدول. طيب يبقى انا كده خلصت الدول زي الفل. طيب
من الدول بقى احنا ممكن نعمل مايكل، ممكن نحضر مايكل ازاي؟ ما احنا عارفين احنا لو نزعنا الاو اتش دي هنعمل دبل بوند، يبقى احنا كده حضرنا مايكل. مايكل اللي هو ايه؟ الفا بيتا ان ساتوريتد كربونيل. يبقى ازاي اطير الاو اتش دي عندي؟ هيجي او اتش تانية زي الشطرة، هتيجي هيدروجينة من هنا هتقوم واخداها، والربطة بتاعت الهيدروجينة دي هتقوم عاملة دبل بوند هنا، والاو اتش دي مع السلامة. طيب خلاص، يبقى ايه كده؟ دي طارت وكونت لي دبل بوند مكان النقطة دي، بقى في دبل بوند هنا. حلو، دبل بوند يبقى ده بتاع مايكل، يبقى ده كده ايه؟ مايكل. يبقى من الدول قدرنا نوصل لمايكل، يبقى بدأنا الدول مايكل. تعال نشوف اختياراتنا كده. احنا كده ده الدول اهو، ده اخر حاجة اللي احنا كنا واقفين عليه كان بو اتش، ده كان الدول اللي هو البيتا هيدروكسي كربونيل. طيب الالفا بيتا انساتوريتد كربونيل اللي هو ده، ده كده مايكل. حلو، تعال نشوف اختياراتنا. احنا اخدنا ايه؟ الدول وبعدين مايكل. شوف دي كده الدول وبعدين مايكل، رقم بي خرجت من اللعبة خلاص، لان احنا ما عملناش الدول للمرة التانية، احنا عملنا مايكل، حولناها لمايكل. يبقى كده بي وسي استبعدوا، دي عندي موجود. الخطوة الجاية بقى يا اما نعمل الدول مرة كمان، يا اما نعمل مايكل مرة كمان. انتوا رأيكم ايه اللي هيحصل؟ مايكل ولا الدول؟ رأيكم ايه؟ احنا هنمشي زي ما يمشي معانا. احنا كده طلعنا الريجنت بتاع مايكل. طيب هنجيب المركب بتاعنا ده اللي احنا لسه مطلعينه اهو، كان بهذا الشكل، وعندي هنا الفا وبيتا. حلو، طيب ده بتاع مايكل اللي هو احنا بنسميه اللي هو مايكل اكسبتور، ده اللي بيستقبل معايا. طيب عشان امشي في التفاعل بتاع مايكل، انا عايز مايكل دونر. مايكل دونر يعني ايه؟ يعني عليه نيجاتيف تشارج. فهنجيب المركب الغلبان بتاعنا اللي احنا بادئين بيه في البدايه اللي هو ده، وهنفعله مع المركب ده، فهنمشي بالتفاعل ده، هيبقى ايه؟ مايكل. هناخد اي حاجه فيها او اتش بس تكون ضعيفه، لان مايكل بيشتغل معانا في الحاجات الضعيفه، تبقى ان ايه اي تي مثلا، او اي تي. لازم ناخد بالنا ان البيز يكون ضعيف. وهناخد من هنا هيدروجين، وهتسيب لي مكانها نيجاتيف تشارج، وفي عندي هنا نيجاتيف تشارج. طيب انا عارف ان مايكل بيتراح يتهجم عليه من عند الموضع بيتا، ليه ما يهجمش من عند الكربونيل؟ ليه ما راحش هجم هنا؟ لان انا شغال بويك بيز، ومن هنا حددت ان لازم يكون ويك بيز. طيب لما تهجم هنا الرابطه دي هتغير مكانها هنا، ودي هتطلع الاشاره بتاعتها فوق، فهيصبح شكل المركب بتاعي شكله هيكون غريب شوية، بس هنحاول نجمعه. ده كده الجزء الاولاني بتاعي اللي هو ده، اتوصل منه من عند رقم 2 اهو، في ربطة اللي هي باللون الازرق دي، ومن عند الربطة دي ارتبطت بيه المكان ما بين الفا وبيتا، فبقى فيه جزء كده اللي هو ما بين الالفا والبيتا اهو، وهي ارتبطت من عند البيتا. لو سمينا دي بيتا اهي ودي الفا. طيب من عند الالفا مرتبط عندي حلقة سداسية، والحلقة السداسية دي جنبيها على طول في مجموعة كربونيل اهي، هنرسمها تحت اهي، ادي الكربونيل. طيب من عند البيتا في متصل عندي لسه حلقة كمان اهي الناحية التانية، يبقى من عند البيتا في عندي حلقة سداسية كمان. يبقى كده رسمنا الشكل بتاعنا من غير ما نغلط فيه. المركب ده لو جينا نعده او نوصل فيه او شفناه قبل كده، ده 1 2 3 4 5، ده 1 و5 داي كربونيل كومباوند. فاكرين المركب ده 1 و5 داي كربونيل كومباوند، كنا بناخده قبل كده لما كنا بنكسره في الريترو سينسز. طيب المركب بتاعي ده انا قربت اوصل بيه خلاص، دي اخر خطوه اللي انا هعملها. يبقى انا الاول عملت الدول وبعدين عملت مايكل، كل ده انا كنت لسه شغال في مايكل على فكره، احنا انا ما وقفتش مايكل من ساعتها، كل ده كان مايكل. طيب بعد كده هل ده شكل المركب اللي هو عايزه في النهاية؟ لا مش شكله، في حاجة. هو انا طلعت 3 حلقات بس في حاجة كمان لسه غريبة، في حاجة كمان موجودة. هما تقريبا كده 4 حلقات. ليه؟ في واحدة موجودة بس شكلها غريب شوية. ما احنا لو جينا نعد من هنا 1 2 3 4 5 6، ما هي 6 حلقة سداسية بس عشان الشكل يتلم جنب بعض في الفراغ انضغطت كده، فده معناه ان في حلقة كمان لازم تدخل. طيب ادخل حلقة تانية ازاي؟ تعالوا نشوفوا شكل المركب بتاعنا النهائي.
هو اللي هيحدد اذا كنت همشي ايه. هل في عندي دبل بوند هنا عشان اقدر اشتغل مايكل؟ مفيش، يبقى هشتغل الدو. يبقى كده خلاص انا عرفت الرياكشن بتاعي هيكون ايه عشان يحضر. هشتغل الدو الاول، بعدين اشتغلت مايكل فتره طويله، واخر حاجه هشتغل الدو عشان خاطر ادخل الحلقه الزياده كمان. امتى كنت اشتغل مايكل؟ لو كان الناتج بتاعي فيه دبل بوند. كل مره بقف على الاستراكشر الاخير بحدد والله انت فيك ايه، هل فيك دبل بوند اشتغل مايكل، هل فيك حاجه تانية ممكن اشتغل. هنا ما فيش دبل بوند يبقى انا مضطر اشتغل مايكل. طب هشتغل مايكل ازاي؟ انا مش هعمل الميكانيزم ده بصراحه لانه كبير. عارفين الانترا موليكيولال مايكل؟ انترا موليكيولال مايكل يعني تفاعل بيحصل منه فيه. احنا عارفين الواحد وخمسة داي كربونيل كومباوند، احنا عملنا عليه حلقه قبل كده، بيستخدم فيه ان احنا نحضر مايكل منه فيه. مايكل كان بيقول سوري، بنحضر الدول منه فيه. الدول كان بيقول احنا عايزين اتنين كربونيل، واحده فيهم تحتوي على الفا هيدروجين يعني على الاقل. طيب ما هي كربونيل اهي وكربونيل اهي كمان، لا بس دول في نفس المركب يعني مش اتنين، مش اتنين رياكتن ده واحد بس. ما هو ده اسمه الانترا موليكيولار رياكشن، يعني تفاعل بيحصل منه فيه. يعني في هيدروجين هتتاخد عندي من المكان ده ويتساب نيجاتيف تشارج، والنيجاتيف تشارج دي هتروح تهجم لي على الكربونيل التانية في نفس المركب. فعشان كده يطلع لك الشكل المعوق اللي كان موجود فوق ده في الحلقه ده، فهيقفل وهيدي معاك الشكل بتاع الحلقه ده. انا مش هعمله، هو مش مطلوب منك، مجرد بس يكفي انت عارف ان ده اكتب تحتيه 1.5 داي كربونيل كومباوند انترا ميكيولار رياكشن، في نيجاتيف تشارج هتتعمل هنا وتروح تجيب لي على مجموعه الكربونيل، وعلى طول المركب هيتكون. طيب يبقى انا حددت على اي اساس انا مشيت ايه. اول حاجه انا مشيت الدو، لان انا ما معيش الا مركب عادي اللي هو السايكلوهيكسانون ده، فعلته مع مركب تاني زي ده تفاعل الدو العادي وفضلت ماشي معاه، ووصلت من تفاعل الدو ده ان انا حضرت اول رياكتنت معايا لمايكل، وفضلت ماشي مع تفاعل مايكل لحد ما طلع لي المركب ده. هل المركب دي في دبل بوند؟ لا، يبقى هضطر امشي الدو مره ثانيه. ما هي الاختيارات عندي يا الدو يا مايكل، ما فيش عندي انواع تفاعلات تانية، هو محدد لي كده. فانا يبقى الرياكشن بتاعي ايه؟ يبقى انا كده وصلت له ايه، الدو مايكل الدو، هو ده التفاعل بتاعي، والاختيار الصح هو رقم واحد، الدو مايكل الدو. تمام كده، الرياكشنات بتاعتنا طويله شويه، بس ان شاء الله في فيديوهات قادمه هنحاول نفصل كل واحد لوحده بشرح لوحده. هو الفيديو ده مجمع لاحد الزمايل اللي كانوا طلبوه مننا. طيب عندنا بقى شويه ميكانيزمات في التفاعل ده. الميكانيزمات دي بتقول عايزه السنتس بتاعتها او عايزه طريقه التحضير، ازاي من المركب ده اوصل المركب ده. فالتفاعل ده سهل ومفيش فيه اي مشكله نهائيه. نبدا اول حاجه مع اول تفاعل اللي هو رقم ايه. كان عندي المركب ده دبل بوند او، وعندي او اتش، وفي عندي هنا او اتش كمان، وعايزني احضر المركب ده. في هنا اكسجينه وفي هنا دبل بوند او. طيب اول ما اشوف ان في مركب قفل معايا على اكسجينه، اعرف على طول ان في هجوم هيحصل عندي من الاكسجينه نفسها، ما هي هتهجم وهتقفل. طيب دي حلقه سداسيه صح، خلينا نعد. لو بدانا من دي واحد، ما هي دي رقم واحد هنا اهي، 1 2 3 4 5 6، ده طالعين 6، يبقى اقفلوا على حد حلقه سداسيه. لو احنا عدينا 1 2 اهو 3 4 5 6، 6 فعلا. طيب يبقى دي زي الشطره هتروح تهجم لي على رقم 6، ومقابل كده تقوم مطيره لي الاو اتش مع السلامه، خلاص التفاعل خلص. بس كده خلص، خلص خلاص كده. هتعمل الحلقه السداسيه مره واحده اهو، هيبقى الشكل بتاعي حلقه سداسيه وقفل على اكسجينه، وجنب الاكسجينه في مجموعه دبل بوند او، ودي رقم واحد التقط برقم 6 اللي هي الناحيه الثانيه، ورقم 6 متصل فيها المجموعه دي اللي هي دي. بس المشكله ان الاكسجينه هنا لسه جنبيها هيدروجينه، فهتبقى بوزيتيف تشارج وعليها هيدروجين. هقوم مطير الهيدروجينه دي وخلاص وانتهى الموضوع، ويبقى مركبي او الميكانيزم بتاعي كده اتحضر. بنسميه انترا موليكيولار رياكشن، يعني تفاعل بيحصل منه فيه هجوم حصل على حاجه جوه حاجه في نفس المركب. مش محتاج منك بس اكتر من وسط حامضي والتفاعل يتحرك. طيب رقم بي، التفاعل التاني، عندي مجموعه فينايل دبل بوند او، وعندي المركب ده، كان عندي على السهم ان اي او اتش، وكان عندي ميه، وكان في ناقص هيدروجين. ليه؟ عشان يطلع لي المركب ده دبل بوند او او اتش زائد مجموعه فينايل او اتش اهو، عايز الاثنين دول من هذا الشيء. دايما افتكر الريترو، عشان احضر حاجه لازم اكسرها، فهو واضح جدا ان ده تم تكسيره، اصل دي فينايل ودي فينايل في نفس المركب، ودي طلعت واحده ودي الواحد، اكيد اتكسروا عن بعض. فخلينا نشوف ازاي تمت عمليه الكسر.
اول حاجة انا ادى المركب بتاعي الاساسي اهو دبل بوند او في 9، كان عندي ان او اتش، هاخد منها الاو اتش بتاعتها، الاو اتش هتهجم لي على مجموعة الكربونات، الاشارة بتاعتها هتطلع فوق وهيصبح شكل المركب بتاعي اكسجين عليها نيجاتيف تشارج متصل بيها اكسجين عليها فينايل، وفي عندي او اتش تحت لسه منضميه. طيب النيجاتيف تشارج دي هترجع تاني كدبل بوند وهتقوم تطيري ده، هتطير ده مره واحده بره في شكل مجموعه ايثر، فهيديني فينايل دبل بوند او خلاص رجعت تاني، وفي او اتش بتاعتها متصله هنا اهي، زائد المركب التاني اللي طلع الاكسجين نيجاتيف تشارج اخذت الرابطه ومشت ومعاها مجموعه فينايل. حلو كده. طيب النيجاتيف دي عايزه حاجه بوزيتيف، هتقوم واخده ايه؟ صح، هتاخد هيدروجين منين؟ من جزيء الميه اللي كان طالع من شويه اللي كانوا حاطينها. يبقى احنا كده طلعنا المواد بتاعتنا اللي هو عايزها بكل بساطه تماما. ميكانيزم سهل. طيب المثال اللي بعد كده رقم سي، رقم سي من خلال الريجنت اللي موجوده عندي على السهم انا عرفت على طول التفاعل ده اسمه ايه. عندي فورمالدهايد زائد امين سكندري امين زائد هيدروجين. طيب ده تفاعل اسمه مانش رياكشن، كنا شرحناه على القناه برضو. مانش رياكشن بيشتغل بالريجنت دي، فانا بعرفه على طول فورمالدهايد سكندري امين وبروتون موجب، عشان يطلع لي ايه؟ عشان يطلع لي شكل المركب ده دبل بوند او ان اي تي 2، ده المركب اللي هو عايزه. طيب ازاي ان انا اتفاعل عشان ادي المركب ده؟ انا مش هي ناحيه المركب ده لسه دلوقتي، الريجنت دي لسه هتتفاعل مع بعضها الاول، فخلينا ندخل على الخطوه اللي الريجنت دي هتتفاعل مع بعض فيها. اول حاجه الفورمالدهايد بتاعي انا هكتب شكله كده عشان يبقى واضح، هياخد البروتون اللي هي اللي كانت اتش موجبه، اللون بير بتوع الاكسجين اللي هنا هياخده الهيدروجين، فهتتحول معايا ل اتش موجب بس عليها بوزيتيف تشارج. ساعتها بقى هيدخل السكندري امين بتاعي النيتروجين، انا عارف ان عليها لون بير، هتروح تجيب لي على الكربون، فالرابطه هتروح للبوزيتيف تشارج فتعوض النقص بتاع اللون بير بتاعها، وهيصبح شكل المركب ده عندي اهو كربونه فيها اتش، فيها اتش متصل بيها اكسجين متصل بيها اتش، خلاص هي كده بقت مستقر. ولكن الجزء اللي تحت النيتروجين اللي اتصلت بيها عليها اتش وعليها اي تي 2 وبقى عليها بوزيتيف تشارج لانها خسرت اللون بير بتاعها لسه من شويه. طيب بعد كده هتخسر ميه، ايه اللي هيحصل؟ اللون بير بتوع الاكسجين اللي فوق دول هيروحوا ياخدوا من نيتروجين هيدروجين، ولا معلش عشان نعوض النقص اللي عندك، والرابطه هترجع تاني تعوض النقص بتاع النيتروجين. طيب حلو لحد الان الامور تمام، يبقى الكربونه بقى عليها اكسجين عليها هيدروجين عليها هيدروجين، ما اخدت هيدروجين استلفتها من نيتروجين بس بقى عليها بوزيتيف تشارج لان الاكسجين ثنائيه، ومتصل عليها تحت مجموعه النيتروجين اللي هي خلاص بقى عليها اي تي 2 بس، خلاص الهيدروجين ورجعت مستقره، خلاص الامور تمام، وما ننساش ان الكربونه عليها هيدروجين عليها هيدروجين. طيب بكل بساطه بقى بعد كده النيتروجين دي عليها لون بير، هتروح تعمل هنا دبل بوند والميه دي مع السلامه كده، خلاص كده الكربونه بتاعتي بقت رباعيه تمام، ويصبح الشكل بتاعي بتاع المركب ده كل ده، بس انا بحاول اوصل للريجنت بتاعي هيدروجين عليها 2 كربون علي كربون عليها 2 هيدروجين في دبل بوند في ان متصله باي تي 2 وبقى عليها بوزيتيف تشارج مره تانية. ده المركب ده بنسميه ماشي مانش ريجنت، مانش ريجنت يعني كل الميكانيزم ده انا ممكن ما اكتبوش لو انت مش حابب، يعني لو الدكتور مش حابب مفيش مشكله، بس المركب ده بنبقى حافظينه سي اتش 2 دبل بوند ان اي تي وعليها بوزيتيف تشارج. ده بقى هبدا افعله بقى مع المركب بتاعي الغلبان اللي هو كان فيه مجموعه كربونيل اللي هو ده، التفاعل خلاص سهل وسريع هيخلص كمان شويه، خلاص كان فيه سي اتش 2 دبل بوند ان اي تي 2 وعليها بوزيتيف تشارج. طيب هيحصل حاجه اسمها تيتومرايزيشن، انا عايز حاجه تحرك لي التفاعل ده، انا عندي بوزيتيف بس ما عنديش حاجه نيجاتيف، اجيب منين الحاجه النيجاتيف اللي تهجم لي؟ هعمل تيتومرايزيشن للحلقه دي، يبقى تفاعل مانش لازم تيتومرايزيشن مع الكربونيل اللي معاه، هحول دي الاو اتش واخلي دي دبل بوند، ما انا عارف ان الكيتون تحول لاو اتش واقفه على دبل بوند. طيب ساعتها كده الدنيا هتقدر تتحرك، اللون بير بتوع الاو اتش دول هينزلوا تاني والدبل بوند دي هتروح تهجم، بس مش هتهجم لي على البوزيتيف تشارج، هتهجم لي على ايه؟ على مجموعه
الكربون اللي فوق. فالدبل بوند دي هتروح تعوض لي بقى النقص بتاع البوزيتيف تشارج بتاع النيتش. يبقى نخلي بالنا ان الدبل بوند دي هتروح تهجم لي على ايه؟ السي اتش 2 وليس على النيتروجين. فهيصبح شكل المركب بتاعي ايه؟ بهذا الشكل اهو. وبقى عندي هنا او اتش وعليها بوزيتيف تشارج وفي دبل بوند عليها، ما هي نزلت بالرابطه بتاعتي. وبقى متصل هنا ايه؟ ان اي تي 2. خلاص ما دي ايه؟ ما دي الكربونه اللي هي السي اتش 2 خلاص. طيب انا لسه عايز هنا ايه عشان يديني المركب النهائي؟ اقول ناقص اتش موجب بس، الاتش دي هتطير بس وكده خلاص. اه بالبوزيتيف تشارج خلاص رجعت مستقره مره تانية، يبقى ده المركب الناتج بتاع منش. بس الامر بسيط سهل الميكانيزم، مفيش فيه حاجه. طيب بعد كده رقم دي، ده كده الميكانيزم اللي قبل الاخير معانا. الفيديو بتاعنا هيطول اكتر من ساعه لكن معلش. دي كان عندنا مركب بالشكل ده CH2CH2CO2ET، وطلع من هنا CH2CH2CO2ET، وكان على السهم ان ايه OH، وعايز المركب الخماسي ده اللي هو زي من مركب ستريت كده. هطلع المركب ده، تعالى هنفكر مع بعض. طالما عندك وان رياكتنت واحد، يبقى اول حاجه تفكر فيها انتراميركولار رياكشن. يعني ايه انتراميركولار رياكشن؟ يعني تفاعل بيحصل منه فيه، يعني حاجه من نفس المركب بتهجم على المركب التاني. طيب بص كده، ده وده دول ايه؟ استرات. استرات مع بعضها يبقى ده تفاعل ايه؟ كلايزن، انتراميركولار كلايزن رياكشن. طيب خلينا نكتب المركب بتاعنا ده بشكل حلو شويه، يعني بلاش يبقى بالشكل اللي هو الكربونات دي احنا كبرنا بقى. دي واحد، الكربون رقم 1 2 3 4 5 6، يبقى احنا معانا 6 كربونات. خلينا نرسم، ادا الـ ETO الفرعية وادا الكربونة اللي عليها الدبل بوند، يبقى دي الكربونة رقم 1 2 3 4 5 6. يبقى من عندي 6 هرسم الدبل بوند التانية والـ OOT لازقة فيه. المركب ده على بعضه والجزء ده على بعضه عشان الناس ما تتلخبطش، هو دي CO2ET، انا بس فردته في الفراغ. طيب يبقى كده دول الستة بتوعي، تعالى نرقمهم تاني 1 2 3 4 5 6. حلو. طيب انا كان عندي ان ايه او اي تي على السهم، ده هاخد منه ايه؟ النيجاتيف تشارج بس بتاعته زي ما انا عارف. هشوف بقى من انهي ناحيه، اما اخد من جنب دي او جنب دي، الطرفين زي بعض. فانا هاخد هيدروجينه، سوري هاخد هيدروجينه من عند الموضع ده، ومكانه هتسيب نيجاتيف تشارج. خلاص احنا بقينا حافظين بقى، يبقى في نيجاتيف تشارج هتتكون في النقطه دي، هذا النيجاتيف تشارج. طب النيجاتيف تشارج هتعمل ايه؟ صح، هتروح تهجم على الكربونيل الثانيه، ونتيجه لكده الاشاره بتاعتها هتطلع فوق. فالمركب بتاعي هيبقى كام؟ احنا اتهجم من عند الموضع كام؟ 2 صح، اتهجم من عند الموضع 2، يبقى هنسمي دي 1 جديد، 2 جديد، 3 جديد، 4 جديد، 5 جديد. يبقى حصل لي حلقه خماسيه، اتهجم حلقه خماسيه، رقم 2 هجم على رقم 6، يبقى كده المجموع كام كربونه؟ 5 كربونات. ادى الخمس كربونات، الخمس الحلقه الخماسيه بتاعتي اهي. طيب نفترض ان ده رقم 1 اهو، 2 3 4 5. عند رقم 1 متصل عندي المجموعه الكبيره دي، حلو، متصل بيها المجموعه دي اللي هي مجموعه الاستر. طيب ومن عند رقم 5 الجديده اللي احنا لسه عاملينها، متصل عندي ايه؟ الاكسجينه اللي طلعت فوق اهي، رقم 5 متصل عندي اكسجينه بقى عليها نيجاتيف تشارج، ومجموعه الاو اي تي اللي لسه موجوده جنبيها اهو. طيب زي ما احنا عارفين زي الشطار بقى، النيجاتيف تشارج هتعمل ايه؟ هتنزل تحت تكون لي دبل بوند او مره تانية، وتقوم طايره الاو اي تي دي مع السلام. وهيبقى شكل المركب بتاعي اهو، الحلقه الخماسيه، وفي هنا سي دبل بوند او او اي تي، وفي هنا لو انا حذفت دي، وفي هنا ايه في الجزئيه دي دبل بوند او اهو. هو ده شكل المركب اللي كان طالع لي هناك. دي بس لو احنا حذفناها عشان ما تبقاش ملبوخين فيها اهي، CO2ET لو انتوا حابين، يعني نفس الشكل ونفس كل حاجه بالظبط. يبقى انا بدات التفاعل بتاعي ظبطته بس في الفراغ عشان ما يبقاش بالشكل الاستريت بتاعي ده. طيب كده اوشكنا على النهايه باذن الله، ده اخر تفاعل معانا. يا رب التفاعل، يا رب الفيديو ما يعديش ساعه. رقم E بالنسبه لنا كان قايل لنا CH3CO2ET زائد CH3CO2ET، اتنين منه يعني، وعندنا ETONA وبالحراره عشان يديني المركب ده اللي هو فيه دبل بوند وفي نهايته فيه CO2ET. ده لسه كامل بس عشان ما تبقاش مساحه.
اهو عشان الناس اللي بتاخد سكرين. في هنا CO2 ET ده الرياكشن بتاعي. طيب ده اتفاعل مع بعض الاول، اتنين زي بعض، اتنين فيهم استراتي، يبقى ده تفاعل ايه؟ كلايزن، صح. وانا معايا البيز بتاعي، يبقى هجيب اول مركب منهم CO2 ET. بس استأذنك بس هنكتبه في شكل كويس كده ايه عشان احنا كبرنا اهو، هو بالظبط ال NaOET بنيجاتيف تشارج، هناخد من الالفا هيدروجين هيدروجين وتسيب مكانها نيجاتيف تشارج، فهيديني الشكل ده. خليني اعكس بس الاتجاه ان هو ده الجزء اللي بعني نيجاتيف تشارج، والOET تبقى الناحية دي. طيب زائد بقى المركب التاني اللي هو كان موجود زيه بالظبط نسخة تانية منه، واللي عليه نيجاتيف تشارج دي هيروح يجيب لي على مجموعة الكربونيل التانية وتطلع الاشارة بتاعتها فوق. احنا زي الشطار خلاص بقى حفظنا. لو احنا جينا نرقم المركب ده، سمينا دي مثلا واحد ودي اتنين ودي تلاتة، من عند اتنين اتصلت بتلاتة، هيبقى ادا المركب الايوتي بتاعنا متصل فيه دبل بوند او ومتصل هنا، ده كده واحد ده اتنين واتصل بيه تلاتة، التلاتة دي متصل بيها اكسجين عليها نيجاتيف تشارج، يبقى دي تلاتة، ومن عندي تلاتة كمان متصل بيه مجموعة او اي تي، وفي عندي مجموعة مثالية اللي هي كمان ما ننساهاش. طيب زي ما احنا عارفين الاكسجين دي هتنزل النيجاتيف بتاعتها وهتقوم طياره الاو اي تي بره مع السلامه، ويصبح شكل المركب بتاعنا اهو او اي تي دبل بوند او، وده بقى في مجموعه مثال وفي هنا دبل بوند او، هو ده الناتج بتاع الكلايزن. بس هل هو ده الناتج اللي هو طالبه مننا في التفاعل؟ لا، الناتج اللي كان طالبه كان فيه دبل بوند، كان عايزه بهذا الشكل كده دبل بوند او، كان عايزه كده، عايز في دبل بوند تكون موجودة في المنطقة دي. فازاي اعملها؟ بكل بساطة سهلة، هنجيب المركب الاصلاني بتاعنا ده، هنجيب او اتش نيجاتيف، هتاخد هيدروجينة من الموضع ده، ومكان الهيدروجينة هتعمل لي الدبل بوند دي، ونتيجة لكده هتقوم طلعالي الرابطة بتاعت الاكسجين فوق، فهيصبح الشكل بتاعي هكذا دبل بوند او، وبقى فيه هنا رابطة، وبقى فيه هنا اكسجين، وبقى فيه هنا دي. طيب الخطوة التانية ازاي اتخلص من الاو اتش اللي فوق دي؟ بطلعها في شكل هيئة مية، ادخل لها بروتون وموجب اللومبير بتاعها يروح يهجموا عليها وياخدوا الهيدروجينة دي، فيديني الشكل ده دبل بوند او دبل بوند، وهنا او اتش تو بقى، وبقى عليها بوزيتيف تشارج لان خسرت اللومبير بتاعها. فخلاص مع الحرارة الهيت اللي كانت على السهم نقدر المية دي تتبخر وتطير مع السلامة وتديني شكل المركب بهذا الشكل. خلاص انا كده وصلت للمركب بتاعي بكل بساطة. بس الحمد لله ما خلصناش الفيديو، ما اخدش مننا ساعة، عارف انه كان طويل قوي بس كان مليان افكار كتيرة. كل ما نلاقي افكار جديدة باذن الله هنسجلها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، كان عندنا حاجات كتيرة قوي، كتبنا كتير بما فيه الكفاية، ميكانيزمات كتيرة. نعتذر عن اي خطأ حصل بالفيديو، بنحاول نجيب على قد ما نقدر الامثلة، احاول ان انا اصور لكم الامثلة و نعمل بيها فيديوهات منفصلة عشان الناس ما بتبقاش عارفة، لو فتح الفيديو مش هيبقى عارف ان الميكانيزم ده موجود جوه الفيديو، فهنعملهم بشكل منفصل بإذن الله مرة تانية. يلا مع السلامة.